الأراضي الموجودة حالياً لعدم اعتماد هذه المخططات أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة في السوق العقاري. الحين وزارة الإسكان موجودة مع سعادة الوزيرة، عندها تمويلات للإسكان، المواطنين مو قادرين يأخذون أصلاً من هذه التمويلات بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، بسبب عدم اعتماد هذه المخططات التفصيلية بحيث أنها تقلل من هذه الأسعار ليستفيد منها المواطنين. شكراً.